فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الحجاج يفتيهم من يكون معهم في الحملة من الدعاة بجواز الرمي قبل الزوال. لا يجوز هذا، وهذه الفتوى خطأ، ولم يؤذن لهم في الفتوى، ما أذن لهم في الفتوى، الفتوى لها جهة مخصوصة يذهبون إليها، هذه أمور مهمة، ما كل يفتي فيها ويتلاعب فيها. نعم، ويغيرون عبادات الناس بهالفتاوى، يحثهم على تقوى الله، يحثهم على طاعة الله، يحثهم على ذكر الله، يحثهم. أما الفتاوى يتركها لأهل الإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحثهم على الصلاة، يحثهم على الطاعة، طيب هذا لا بأس. نعم.